السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا لا فيديو تاع اليوم. دائما كما العادة مع منتجات العناية بالبشرة والشعر وكل ما يخص جمال المرأة، فيديو اليوم خصصته للعرايس اللي راهم يجهزوا. بغيت نعطيكم فكرة على بعض لي جيل دوش اي لي كريم دوش من مختلف الماركات اللي ريحتهم شابه بزاف ويرطبوا البشره. وقبل ما نبدا البنات، غادي نقول لكم بلي الفرق ما بين الجيل دوش اي لا كريم دوش هو انه كريم دوش تكون فيها نسبه ترطيب البشره عاليه على الجيل دوش، والكريم دوش ننصح بها اصحاب البشره الجافه وخاصه الحساسه واللي عندهم مشاكل في البشره. نروحوا نبداو بهذه لا مارك لو بتي مارسي. هذه لا مارك هايله البنات، فيها بزاف، كل واحد دو ريحته. نبدا لكم بلي ميور، فيها كريم دوش ايدغاتونت على روز، هذه ريحتها هبال البنات، شفتوها في بدايه الفيديو. كاين كريم دوش لي دو فاني، كاين غرناد بيو دو ميديتيراني، وكاين جيل دوش موندارين اي سيترون فير اي، وكاين بيش اي نكتارين. هذو لي لي ميور في لو بتي مارسي. نروحو لاغام الثانيه البنات اللي هي جيل دوش لي دو كوتاج، فيهم 250 مليليتر، فابريكي اون فرانس، هذو يرطبوا البشره، فيهم 11 بارفان غورمون. غادي نختار لكم لي ميور الافضل اللي ريحتهم شابه بزاف. كاين كيما شفتو في الفيديو هذا كراميل، فيه ثاني جيل دوش غوماج كراميل ريحتهم هبال، فيهم فيك، فيهم فخاز اي مونت، فيهم لا فلور دورونجي، هذا راكم تشاهدوا فيه ريحتو هبال. كاين بوم دامور، فيه لي فاني، هذا ثاني ريحتو شابه بزاف. فيهم كريم دو فرامبواز، وفيهم سوريز اي بيستاش، وهذا جيل دوش غوماج راكم تشاهدوا فيه سكر اي بوم، هذا مقشر للجسم، ريحتو روعه، مكوناته طبيعيه 97%. الصراحة البنات ريحتهم كامل شابة، أنا فقط حاولت نختار لكم اللي ريحتهم عجبتني بزاف. وبالنسبة لي بري كل واحد والثمن تاعو كيما راكم تشاهدوا في الفيديو. كاين ثاني هذه لاغام تايتي البنات، هذا جيل دوش المفضل عندي، فيهم بزاف لي بارفان، غادي نختار لكم اللي عجبوني فيهم. نبدا لكم بهذا جيل دوش روز اكزوتيك، هذا ريحته شابه بزاف. فيهم ثاني جيل دوش كوكو، هذا ثاني سبق وسيتو عجبتني ريحته. فيهم ثاني جيل دوش باسيون البنات، غادي تشوفوه، هذا جيل دوش باسيون ثاني ريحته شابه بزاف، واللي حداه جيل دوش فاني. كاين واحد هنا ما حطيتوش في الفيديو، فخوي دي دراغون ثاني ريحته شابه بزاف. وكاين فيهم سيترون فيغ، هذا سبق وسيتو عجبتني بزاف ريحتو، يدير 2.29 سنتيم، راكم تشوفوا فيها. هذو لي جيل دوش البنات ملاح بزاف في الصيف، انا نبغي نستعملهم في الصيف، يخلو واحد اون سونساسيون دو فريشور في الجسم. جيل دوش اي شويه الثاني ما عندي ما نقول فيهم، فيهم بزاف، غادي نذكر لكم بعضهم. فيهم جيل دوش غرناد ريحته توب، شتو في بدايه الفيديو. فيهم ثاني هذا برائحه الفانيلا، جيل دوش فاني، راكم تشوفوا في البري تاعو البنات، فيهم بزاف. كاين ثاني جيل دوش اورشيدي دو مكسيك، غادي تشوفوه. كاين هذا جيل دوش، هذا راكم تشاهدوا فيه، هذا اورشيدي دو مكسيك، هذا ريحته الثاني البنات ريحته هبال. كاين ثاني جيل دوش لي دوري اي فلور دو ساكورا، هذا راكم تشوفوا فيه، هذا ثاني ريحته شابه بزاف. كاين فيهم بزاف البنات اللي ريحتهم هايله. كاين هذا جيل دوش راكم تشوفوا فيه الان، هذا مقشر مكتوب فيه امام، هذا مقشر وجيل دوش غوماج، هذا مخدوم بالصابون نوار اي ايكلا دو نوا دارغون كما راكم تشوفوا. كاين كذلك البنات هذا جديد في 300 مليليتر، هذا جول دو دوش فيف دو كافي، هذا البي اش تاعو نوتر على الجسم، اي تيستي سو كونترول ديرماتولوجيك. وكاين البنات هذا ثاني هايل ريحتو توب توب، هذا فخوي دو باسيون. هذو هما البنات في اشوايا.
جلد وشفاء ثاني بزاف اللي ريحتهم شابه، وكل مره يديروا عليهم تخفيضات. واللي عجبوني بزاف في فال البنات هي اون كريم دوش سواء كاكاو، هذه لكم تشاهدوا فيها. هذه سيت اون كريم دوش هايله البنات اللي عندهم البشره الجافه، وريحتها ثاني شابه بزاف. وكاين ثاني جل دوش سبق وسيتو، جل دوش فخي اي تونيفيون او سيترون، غادي تشاهدوه. هذه هي الفيديو تاع اليوم البنات. الى عجبتكم ما تنسوش اللايك، واذا كنتوا اول مره تشاهدوا قناتي ما عليكم الا الاشتراك فضلا، هكذا باش يوصلكم دائما الجديد. نقولكم لقاؤنا في فيديو جديده باذن الله، ومع الف سلامه.